Yeah. 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 يا نايل لالالي يا نايل لالا 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 سرقوا سرقوا قدام عينينا واحنا شايفين النهار بسرق طرف قدام عينينا رزقنا مشى فين حق المسكين مشى مع داك وداك وداك لو رزق لي تام اسمعني مزيان خوك معاك خير الخير تلقى وسخ الدنيا فيها يبقى اياك طمع طاعون واخا يكون عندك اللي يكون ما يقرعوش ما يشبعوش دايرين صحاب الكروش الناس البراكات باش يبناو الانهيار شها ما تدوم يلي تسمع فهمني لا باغي يجيك النوم دير الخير سمع سي احمد اليوم جيتي بكري صباح الخير يا ليلى عم سيد الحاج فاق فاق وكاع الجيران سمعوه ومن هنا شويه غادي يهبط باش يقول لنا ديك الخطوه الشهيره ديالو سيد الحاج كان ديما وفي العادة ديالو ايوا هاد الفياق بالغوات اللي ولفوا لينا هادي 20 يوم حتى هو من عادته اش من غوات الله يكون سيد الحاج نحس مزيان سيد الحاج اليوم عندنا ما عندي غرض بالخدمة ما عندي كان ياك لاباس ماشي عادتك بقى شحال هادي ومشي بكاتو جلس جلس بغيتك في الحقيقة أنا بغيتكم كلكم اشنو عاوتاني جديد في هذا الصباح ما كاين لا جديد لا قديم انا عندي رونديو في الكلوب و سي با لو طون بور سا قلت لك جلس وسمعني اش بغيت نقول فهمتي في الحقيقه هادي شحال كنت بغيت نجبد معكم الموضوع شنو عندك شي ولد مع شي مره اخرى بغات توري لينا الحاج مروان كتعرفوه كنعرفو خسر معنا قضيته والمحكمه حكمت عليه ولا حكمت عليه المحكمه اشنو المشكل حنا صرعنا معاه وتسببنا له في الضرر كيفاش بابا تسببنا له في الضرر سيزي قل لهم احمد قل لهم كيفاش وقع الموضوع كيفاش كناش التحملات كانوا فيه شروط صعيبه البلاد كانت في ازمه سي مروان ما استطاعش يتحمل الشروط وحكمت عليه المحكمه بسيزي وحنا حكمت لينا بالتعويض وحتى الصفقه ديال الشينوا اللي كان مسكين عوال عليها خديناها له ودابا شنو نطلب نردوا له الصفقه ديال الشينوا هادي اسبوع سمعتو عيان مشيت زرتو في السبيطار مروان تصاب بالشلل ولكن المساله راه قضيه بيع وشراء يعني ربح وخساره حنا ربحنا هو خسر هو البروبليم سي مروان صديق العمر وانت ملي كنت صغير كنت كتقول له عمو مروان انا ما تعلمت مع كبرت في السوق في الاخير يديروا السيزي وانا كنشوف وشكون السبب انا
ودابا سي كوا البروبليم؟ ردوا الفلوس لهاد السي مروان. اش فيها من عيب؟ إلا دينا له فلوسو وعطينا حقه. مي فوزيت كومبليتمون فو كوا. الزبير واش كتعرف شنو كتخرج على فمك؟ لو كان شفتيه كيف ناعس في السبيطار ما كنتيش تقولي هاد الكلام. لو كان دابا كنت انا في بلاصتو. ولكن انت ماشي في بلاصتو، انت الحاج الزبير. عارف عارف عارف. ايه الزبير اللي مراته الهام بنت الوزير وحفيدة الباشا. انت ما كتحسي ما كتفهمي. غادي نوقفوا المسطره ديال السيزي على مروان. صعيبه سيد الحاج، المحكمه حكمت بالقرار ديالها. وهذا ماشي صعيب عليا نبقى بهذا حريق الراس. اش فيها من عجب؟ اذا رجعنا لهذا الراجل فلوسه وعاوننا حتى وقف على رجليه راه سهله غير بالفم سيد الحاج. حتى ويمكن انت رئيس مجلس اداري عنده اعضاء والشركاء ديالك ما غاديش يخليوك، ومراتك الحاجه وولدك. ولدي ومرتي والشركه هادو كلهم انا صنعتهم. سيد الحاج انت صنعتيهم هادي زمان، انت دابا ملكهم. سيد الحاج اللي فات مات، وحتى الا فكرتي بحال هكدا راه بحال الا عملتي، والنيه ابلغ من العمل. النيه ابلغ من فوقاش بعدا انت عرفتي الدين. با كان عادل راك عارف. با كان عادل وكتكلم معايا بهذا الكلام. صدق الله الله يكثر خيرك الله يعطيك الخير الله يخلي لك العزيز عليك اسيدي الله يرحم بها الوالدين الله يعطيهم اجرك عند الله. وقف وقف غير هنا وقف. فين غادي يا سيد الحاج؟ غادي نقوم بالواجب اللي كان لازمني نقوم به هادي 20 عام او اكثر. الو راه نزل. لا لا نزل. نزل كيفاش نزل؟ بغى يزور مروان يصلح معاه اللي تهرس. يهرس ليه الراس ان شاء الله. هذا بغى يقتلني بخدايك. وانت علاش ما منعتيهش هذا المظلوم؟ راه اللي فراسو فراسو. ولا لا فوزي العديان وقال لي النفس اشفل انا وجاي ولاد الحلال واللي شاف فيا وشاف لاله الطاكسيات ديالي بعين الرحمه. مبروك طاكسي جلول. غنشوفو واش غدير لاباس ولا الروسيد داكشي اللي كتجيب معايا هو اللي غتجيب. اللي رضات عليه امو عمرو ما يخاف. انا خد بسم الله بسم الله بلاتي. دابا لا الطاكسي ديالي بغيت نخدم نخدم، ما بغيتش نخدم ما نخدمش، بغيت نوض بكري، بغيت نوض معطل، أنا مولاه، الكليان دياولي، أنا مول الشيك، اللي بغيت نديرو، نديرو. اللي معانا يحن علينا الله حتى حنا. اللي معاك، الله يعفو عنا منك، وتشري طوبيس، وتهناو من قمقومك في هاد الطاكسيات. وحنا غنشوفو. احنا غنشوفو. هيا، جاتي. أشرف طاكسي فراك النوبة. على هذه ما خدامه؟ خدامه ولكن إلا بغيتي كورسة. طلع 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 يلا طلع طلع يلا سيدي يلا فرقوا على الناس قول لها خويا أكولو داك الشفنج غير كولو كولو. ها الخوات بدا وكورسة عند الجواني. الوليد كورسة من هنا حتى لكاليفورنيا ب 60 درهم متفقين؟ ماشي مشكل غير زيد. إي والله يزيد والله كون ما كنت مزير يا تنديك هاد الكورسة عباسية. علاش؟ عليك الدين؟ لا خوك أول نهار في الخدمة ديالو. داك مالي أول مرة كتسوق؟ أول مرة تنسوق طاكسي ديالي عاد شريتها. عشرين عام والوالدة كتعاين لاسيرونس لمدة الوالد عاد خرجت. إيوا شرينا بها الطاكسي هذا. مزيان
نعم قلت لك مزيان دابا يكمل الله وتشري كار كار الله يطول عمرك. مروان انا جيت نشوفك بالخير. اش من خير غادي يجيني من موراك؟ خرج عليا اعطيني اتساع فوزيه خرجيني من هنا. الله يخليك السي الزبير راجلي مريض وما يقدرش. انا ندم ندم على كل ما عملت ندم عاد دابا صحى ضميرك؟ فين كان هذا الضمير هذا ملي تشليت وما لقيت حد جنبي ما عدا مراتي وبا مبارك وليت عايش بالكره ديال زوج ديال الحوانت ما كنكمل الشهر غير بالدراع. انا مستعد نوقف سيزي ونتنازل على الصفقة. يستحيل الحاج الزبير يتنازل؟ انت قتلتك التجارة والمال خنق فيك هذاك الزبير اللي كنعرف من هذه 40 عام. كبرتي ووصلتي ولكن خسرتي خسرتي الزبير خسرتي نفسك. انا رجل نقي نقي رجل نقي. هذيك الصفقة ديال الطوموبيلات الشينوا والمشروع ديال عين دياب والمعمل ديال المحمدية هي دابا انا ولد الحرام. نسيتي شحال من واحد عاونت وشحال من واحد خدمت وشحال ديال الجمعيات اللي احتضنت وباقي نزيد نعاون. بغيتي الفلوس ها هما بغيت نرتاح. ما كنظنش الزبير مستحيل. سير قلب على نفسك سير قلب على راسك سير تصالح مع الزبير ديال زمان الزبير ديال بصح. نعم احمد سيد الحاج فينكم؟ علاش؟ برنامج سيد الحاج والاجتماعات والوفد الصيني. لا 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 ماشي مهم ماشي مهم. قول لي احمد شحال ديال الخدامه عندي؟ وبزاف سيد الحاج. واش على حساب اللي في المعمل ولا في لوطيل ولا في شركه؟ شحال انا مخدم من خدام؟ تقريبا شي 3000. وشحال فيهم اللي خدا فلوس العيد؟ اين عيد فيهم؟ العيد الكبير الكبير 20. وشحال اللي صيفطنا للحج؟ 6 6 سيد الحاج. وشحال اللي خداو فلوس المدرسه وفلوس الزواج وفلوس السبوع والجنازه؟ وتيقول لك انا ظالم. واش انا ظالم احمد؟ حاشا حاشا سيدي حاشا. ايوا قولها لهم. الوالد واش انت في الجمعيه ديال الضعفاء ولاد الكريان؟ لا هو ولاد التيران. اسوق اسكت. واخا سيدي انا اسوق اسكت. واش غتخلصني بعدا الوالد؟ الو الهام فين مشيتي؟ علاش؟ الزبير هادشي اللي تتعمل راه الحماق بعينه. عند مروان. لا 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 انا ما يمكنش ليا نكمل بهذا الشكل. والحماق راه فيه كنت انا عايش. زبير راه خصك تحضر لا سيريموني ديال لا كومباني شينواز. زبير التليفون كيصوني الوالد. نعم التليفون ديالك كيصوني وانت سوقك شغلك. عندك الحق بعض المرات ديك التليفون كتمشي خبارات العياذ بالله واحد كاع ما يجاوب كاع ولكن بعض المرات كتمشي خبارات اخرى عاوتاني. يا سلام يا اما غادي تسوق وتسكت ولا رانا غادي نبدل هاد التاكسي كله كاع. الوالد الوالد ده. سبحان الله افين المقصود دابا واش حنا غنبقاو غير ندورو؟ وقف وقف غير هنا.
علاش تابعني؟ رجع للطاكسي ديالك. لا غير قول زعماك ما بغيتي تجدد لودو ولا تطير الماء ولا شي حاجه نوريك وصافي. بغيت نتصنت على عظيمتي، بغيت نرتاح. الوالد ياك ما سمعتي شي خبر خايبه ولا شي حاجه، الدنيا غداره ما تطير لك شاي. ما عنده ما يطيروا لي، وهاد الكلمه ديال الوالد ما تعاودش تقولها، كلمه ما كتعجبنيش. واخا با سير 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 بلاصتك. أمدرا الحاج ساليتي من صنات عظيمتك. قول لي فكرني في سميتك. جلون عمس. قول لي جلون، واش عمرك ما سبقلك عملتي شي كارثة في شي واحد وبقى في بحال من بعد؟ كارثة؟ وكيفاش كارثة؟ مشكلة تقليقة. تقليقة ديما كنقلق الوالدة الله يسامحنا منا. أما المشاكل كانوا عندي بزاف مع الباترونة، ولكن في الحقيقة راه هما اللي كيسبوا لي فيها، مع هذا الطاكسي اللي هرست والدريسة اللي تلفت والكريه اللي ودرت. ما دابا الحاج عندي الطاكسي ديالي. لا لا لا، بغيت نقول بغيتي تصالح مع شي واحد، كيف تعمل؟ سهل الحاج، غادي تحنين على راسو وتبوس. هانا انا اللي حمق اللي كنسولك. سيد الحاج ما ديرش في خاطرك، الوالد تيقول لي ديما راه ما عمرك ترضي بنادم واخا تحرق عليه صبيعاتك. عندك الحق جلون نعمس. اسمع لي يا جلون، غادي توصلني لواحد العدد ديال الادريسات وحده بوحده، غادي نثبت لهم الحاج الحضري الزبير شنو بنا في الدار البيضاء، شنو حققت. بغيت نشوف بعيني ونرتاح. شوف بعينك وترتاح، ولكن راه ما غتبقاش كورسة الحاج. حسب اللي بغيتي اللي بغيتي، المهم هو تضل معايا النهار كله حتى نسالي. شفر معقد زعما بحال داكشي د الافلام، بحال داكشي. هاك ها الادريسات، هادو فرنساويه. ايه انا حدي الجامع يلا كنقلع العربيه، الفقيه علمنا غير القران والحديث والكود دوزتو غير بالدارجه. ار انا غادي نفتح عليك هاد الادريسات، انا موالف كنتعامل غير بالشك، ولكن هاك هادو ها هما التصبيق والباقيه غادي نعطيها لك ملي نساليو. هادو غير التصبيق وزيد الحاجه، انا غادي نبقى معاك الزمان كله ماشي غير نهار، غادي نديك تشوف بعينيك وتقيس بيديك وتعض بسنانك. افين ان شاء الله. الكومبلكس دا عند دياب هو الاول. أنت يا جلول، شكون يقدر يقول الزبير ما دار والو؟ هالدليل مشروع سياحي فيه 200 خدام وكيفية الدولة حتى في 10 ملايين سائح اللي كتحلم به. باب 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 عندك هتستخد كله شاد تاكسي بيدو وباقي تزيد. تشوف يا جلول، معاميل شركات كيفتحوا بيوت وكيخدموا قوم د عباد الله. أنا الحاج كومبلكس الفقراء، معمل ديال الميكا كحلة، وشركات تتفرخ الخدمات ديال الديور والشماكرية ديال الزنقة. مساهمة منك الحاج في 10 مليون ديال البطالة. لا لا لا، انا بغيت غير نسولك. نعمس شحال هادي وانتم ساكنين في هاد الدوار؟ من نهار اللي تبنات هاد الاقامه المزغوبه وحنا في الزنقه. وفين كنتيو ساكنين من قبل؟ كنا ساكنين لهنا الفوق ونزلونا هنا لتحت. غينزل عليهم الباطل، خربونا الله يخربونا. ولكن لا لا لا، بلاش غادي يكونوا عطاوكم شي تعويض. تعويض؟ الله يهديك الشريف، واش تاخذ من هادوك باش تنقي سنانك؟ واش كنتوما سيدي؟ الناس ديال البلديه؟ لا لا لا، جينا باش نرجعوا لكم حقوقكم. ترجعوا لنا حقوقنا؟
واش داكشي الوالده شي حاجه؟ وهاد السيد راه من البلديه وبغى يجيب لنا حقنا. البلديه؟ ويلي ويلي ويلي. والتيره هادو راه طامعين بداكشي اللي عندك، داكشي اللي عندك طامعين فيه. وزيدون هذا راه معليش حالة البلديه، هذا راه بزاف على البلديه. مشكل شي مشكل. مشكل؟ انت مازال كتخرج في عينيك. ويلي ويلي. قولني. وانت مشكل هو انت. دير ليه فقايد. اتصنت. انا راه عندك في الحبس. كيف هاد الزبالة هادي؟ هانية هانية ومت هانية. جيونا من الاخر وقلنا علاش جيتو هنايا؟ لا 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 عرفتي هادو شكون؟ هادو راه من صحاب الوطيل جايين باغيين يهزونا ورد خونا. كيف موالفين ديرو وتبنيو هنا تيران ديال الغولف؟ كاين هادشي ولا لا؟ الغولف لا 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 حنا من جمعية خيرية. جينا نعاونو الضعفاء. الضعفاء؟ كاين شي ضعف اخر اكثر من هكا. يلا طلع طلع. شنو غادي طلع؟ طلع شي كارو. الكارو ما عنديش، عندي غير السيجار. طير علينا طير علينا. وانت يا نزل نزل. اش غنزل؟ نزل شي حاجه على هاد الزغاريت هذا ولا عز عليك فرجه ديال فابور. لا 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 هذا غير شوفه غير شوفه. انا شيفور ديال الطاكسي بيد هكا وليد. هاد البركه شحال هاد؟ شد هاك صنط معلم. نقول لك صنط لي نقول لك خصك تعرف واحد القضيه ديرها في بالك. انا هو بوم هنايا، انا هو بوم ديال الحومه كامله، انا هو الشاف اللي باغي يعاون الضعافة يجي قصدني انا، باغي تصنت للصغاريت يجي قصدني انا. فهمتيني ولا لا؟ مفهوم مفهوم. يلا مفهوم. يلا مفهوم. يلا تلا اشوفه ايوا هذاك خاين ام الطاكسي راه والله باقي يلقاك الدور هنايا داك الطاكسي ديالك يطردو لك احمر. يلا تلا ويله ويله على غديدي ويله. الحضور الكريم، غادي نبداو المزايده ديالنا اليوم بمجموعه من القطاع الفنيه ديال السي مروان الشامي، وهي موجوده هنا بقرار من المحكمه. كنطلب من الاخوان الحاضرين الالتزام بالهدوء والنظام. كل قطعه فنيه عندها ثمن مبدئي محدد من طرف المحكمه. اعلن عن بدء المزايده. La deuxième porte, un tableau original, peinture à l'huile, sur toile, datant de 1962. كنبداو المزايدة ب 130 ألف درهم. 135 ألف درهم. 135 ألف درهم. 140. 140 ألف درهم. 145. 145 ألف درهم. حاج واش هاد الشعب كله على ود هاد التصويره هادي؟ 150 الف درهم. 150 الف درهم. 180. 180 الف درهم. زيد 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 الحاج واخا تعلقها غير وسط الدار. زيد 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 200 الف درهم. 200 الف درهم. 200 الف درهم وحده. 200 الف درهم جوج. 200 الف درهم ثلاثه. مبروك عليك السي الحضري. الحاج شحال هي 200 الف درهم؟ 20 مليون. اولي استغفر الله العظيم. ثلاثة الطاكسيات بويض. مبروك عليك السي الحضري. مروان هذا الاثاث ديالك هو كله رجع لك. انت راجل مزيان ما تستاهلش هاد التبهدله. اش كديري انت هنا؟ انا عقلتي عليها بعدا الزبير. هادي من الخدامه اللي كانوا عندك في الفيلا. كانت خدامه. كانت خدامه واش جريتو عليها؟ سديتو الباب في وجهها بعد ما ضحك عليها ولدك؟ اش كتقول مروان؟ الزبير البنت خرجت من داركم حاملة. سي مروان دخلني لدارو هو اللي استرمني. واش بغيتيها ترجع لدارهم وهي في هذيك الحالة بهذيك الشوعة؟ حاملة؟ حفيدك السي الزبير. حفيدك. كذوب. 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 صباح الخير مولاي حفيد. اشنو هادشي تنسمع السي الزبير؟ لغيتي السيزي على مروان؟ انا ما لغيتش السيزي يا مولاي حفيظ. انا رجعت الحوايج لمولاهم. كيف كيف؟
شريتي حوايجو بفلوسنا. لا تسرعنا مولاي حفيد. كيفاش تسرعنا؟ واش المحكمة تتلعب؟ القضية طلبت منا عامين باش نقدروا نغلبوا مروان، وجيت تقول لي تسرعنا؟ الغلط كله كان من عندنا، منا. أسيدي السوق هذا، والسوق فيه الغالب والمغلوب. وأنت ولد السوق، وكتعرف هادشي كثار مني. إي 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 إي. شوف، اللي نطولوه ونقصروه. حنا تنخدموا بفلوس الناس. ما تنتفلوش. فهمتك، فهمتك يا مولاي حفيد، فهمتك. أفين دابا الحاج؟ أه؟ أفين دابا إن شاء الله نديك خدمتك؟ لا لا لا، ما خصني لا خدمة ولا دار ولا أي شيء. تحس براسي مخنوق، مخنوق. غنقطع حوايجي. بغيت نبدل الهوا ديال هاد المدينة. تبدل الهوا؟ والله يا ودي الحاج، قولها من الأول، نديك دابا تبدل الهوا. الهوا؟ تاكسي يا جوليون، هادشي كوكبات. كيفاش الحاج قادي الصفقة؟ دي فواتور شينواز. سيارات. زيد 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 الدرج الحاج، زيد الدرج. طوموبيلات. طوموبيلات جو طابل. عندنا مباشر في الطريق وانتم جبتوا لنا الطوبيلات الكاغيط كتقلبوا على مصلحه المواطنين ديالنا. ومروان كان ضد الفكره، ولكن حنا حيدنا ليه الصفقه ورحنا مع الباب. الباب الحباب. جلول شنو سلسله الله يحفظك مجوج شي شويه الحاج خاطب هذه ربع سنين وما عارفش كيفاش لقى مترو على مترو ونص يجمعنا. والامان عايش مع امي واختي وولادها، راجلها عيا وحرق لبرا. هذا امير الحاج ما سمعنا اخباره. بيني وبينك كاين شي واحد يمشي لاوروبا وباقي عاد يفكر في مراه وفرقه ديال الدريه في الدار البيضاء. فرقه؟ انا شحال نتوما؟ سته الحاج، فرقه ديال الهند وواحد احتياط. وخطيبتي هي الاحتياط. وانت الحاج؟ أنا وليدي جلول، المرأة عندي مقابلة غير سهراتها وحفلاتها وأصدقائها، ولدت لي واحد بزز. لا إله إلا الله. هاد العبارات الشركات. يلا عندك ولد واحد؟ أنا لو كان صبت عليا ما نكرهش ستة. ستة؟ أجي ما تديرش واحد القضية. تزوج اختي بقى لها غير ربعه وتكملوا الحساب. لقد مررت على الرياض يا ابو احد السوار تبعت فيهم غنى كنت حيالها القاك داي 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 جا الطاكسي هذاك راه غير تصويره. انا بنيت هادشي. وحماقيت انا حماقيت الفيلا مع الشيطان والطيلات حماقيت قلت المعقول هل وطيلة واحد السيد سميتو جلول عطاك هادشي. بشويه
ملفت قوتك الحجة. اسمح لي يا سيدي اسمح لي ما شفتكش. شنو اللي جابك هنا؟ انا عملتها لراسي. باين عليك. وعلاش؟ واحد المشروع ما كنتش راضي عليه، شفت الاعلان ديالو معلق في الزنقه، ما حسيت براسي حتى طلعت عليه وقطعته. جابوني لهنا فلوس، كل شيء كان عندي فلوس، الحاجة اللي بكات سوى فلوس بكات سوى عندي والو، حتى الزواج عملته بالفلوس، أولادي عملته بالفلوس. الفلوس الفلوس كيردوك سيد عن شي ناس وعبد عن شي ناس خرين. يا سيدي أنا طلبت واحد من المخزن. من المخزن؟ كان في المخزن. أنا معتقل سابق، كنت كنكافح على الخبز وكنكافح على الكلام، دابا ما بقالاش تكافح، ما عندي لا مرا لا ولاد لا دار، خدمت سيكوريتي في واحد سوبر مارشي. نهار وما طال وأنا كنشوف في عباد الله كيتقداو كيشرو حويجات لولادهم، أنا في العشية ملي كنسالي من الخدمة ديالي كنمشي لسيدي عبد الرحمن وكنشري البابوس، كنبدا نتأمل في البحر كنعيش، حتى البارح وأنا نشوف هذاك الراجل اللي كان كيتكرفس عليا في المعتقل وكان كيحرمني من طرف الخبز وكيشبع فيا التصرفيق، كان كيتقدى لوليداته والحفايد ديالو، ما شعرتش على راسي أنت طلعت عليه بواحد الشنقة. عقد ما مرتاح، أنا مرتاح. برتاح. سيدي 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 سي الحضري. سي الحضري بسم الله عليك. الله يا ولدي انت على الاقل تعرفنا بنفسك. شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ قول لي واش يمكن نخرج دابا؟ دابا غتخرج يا سي الحضري دابا. تفضل معايا للمكتب بشوية عليك شوية عليك. زيد زيد. تفضل تفضل سيد الحاج تفضل جلس ارتاح سيد الحاج ارتاح مع راساتك. كيخص بشي بحال الله يجازيك بخير. انا غادي نوصلك بالسياره ديال المصلحه حتى لباب الدار. لا 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 انا بغيت نمشي بوحدي. غير ارتاح الحاج ارتاح. عبدو انا سيد الحاج. الله يخليك راه ما فيا ما يشرب خصني نمشي بحالي الله يجزيك بخير. حتى الحاج ما فيا ما يشرب عطيني غير حويجتي. ها المكانة ها الخاتم أيه و الكرافات أيه و الله يجزيك بخير. بغيت نرغبك سيدي الحاج. أيه ما بغيت حتى شي واحد يعرف هذا الواقع. أنا ما بغيت حتى شي واحد يعرف هذا الواقع. على السلامة. شنو رافق داك الناس اسيد الحاج؟ اش كدير هنا اجلول؟ ها؟ تنستناك اسيد الحاج، بغيتي نسامح فيك. يلا 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 زيد. لا ومناش
عفريت، شكون هي هذيك البنيه الزوينه اللي كانت معك؟ ها خاطب تاعي حاج خاطب خمسه وخميس. ايوا شنو المشكل؟ انا الحاج غير بغيتني نخرجها لشي بلاصه ولكن حقا انا ما مساليش. وعلاش؟ انا ما عنديش الوقت الحاج، انا خدام وزيدوني الله خرج هذه واحد السيمانه. بارك بارك الله 15 يوم بارك ماشي شهر ما بقيتش عاقل حاج والله ما بقيت عاقل. يلا سير سير عيط لها نمشيو لشي بلاصه نتغداو جميع. يلا بصح الحاج صافي صافي سير من بسلات هي الاولى. انا نسيت الحاج نهار كبير هذا غبور هذه مده ما شفناك كيف العاده كيف العاده. لا تنسيت الحاج وزيد انت من تغوي شهري سير راسك خدام الحاج الحاج نفس المره نهار الاولى الله يسعدو مشيت فيها خلاص بركه وزيد بركه من هذا الدار. Qu'est-ce que vous voulez pour l'entrée? Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, on a une soupe chinoise de 7 épices. Ah, je donne le coup. C'est vrai ou pas? احنا سيد الحاج الا فتي لنا الطاجين معقوده ما نقص منه والو. لا 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 سوب شينواز نوع من الحريره. الحريره؟ لا الحريره واش انت جايب لسيد الحاج هنا باش نشربوا الحريره؟ الحريره تشينوا مسيو. شينوا؟ الحاج واش شينوا ولا كيصدروا الحريره حتى هي؟ ياك ما جو الطابل. جلوا البركه من البساله. قولوا لي 4 سنين ديال الخطوبه. شنو هو المشكل؟ مشكل؟ مشكل راك عارف الحاج، الزمان صعيب وانا راجل قد حالي. الطاكسي كياكل مني هاك 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 عاد زيد امي واختي وولادها وانا ايوا وانا؟ 4 سنين هادي وانا كنتسناك دابا خرجتيني من الحساب. راك عارفه كل شيء. اش عارفه جلول؟ لا 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 ماشي معقول. انتوما باقيين صغار الوقت كيجري تعاونوا ديروا بيتكم باش الحاج فلوس السنه ما تيقدوا حتى للطوبيس. دخلت لك بالله الحاج واش كاين فيه واحد في هذا الزمان اللي كيتخلص ب 500 درهم للشهر نهار تغدى في البحلابه تجي على رجليها. انا راضيه بهذا الشيء وزيد انا ما طالبه منك والو. تجوج بيا نسكن مع امي هنيا ونبقى نتغدى في الدار وهزني جيبني في الطاكسي ياك الطاكسي غادي غادي سكني. اه بقى يلاه قم ديال الدجاج ولي بقى خاوي والله الحاج ما تسال الحلوف. النهار اللي كنجبد رجليا بالليل ولاد اختي كيباتوا واقفين. لا 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 سناء عندها الحق ديها في طاكسي و وحسبها بلاصه. تحكم بالحق السي الحاج ياك هو كيقول لك حنا ما عندنا باش غنبداو حياتنا وخصنا نقتصدوا وخصو هو الاول يوقف داك الهبل اللي كيشرب. ما تنشربش. كتشرب. ما تنشربش. كتشرب وكتكمي وكدير الشيشه. ما تنشربش. شكون قال لك؟ قالت لي خالتي مهنيه. اه سيري مهنيه الله يخبرك ديك الولد ونبقى انا بلا زواج. الحريرة بالخرق من الحاج واش حنا مراد واش هذا كلينيك ولا شنو؟ بصحة وراحة سي الحاج. ايوا لا 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 خليها تفضلي. مراتك تزوجتي بها عن حب؟ انا مره واحده حبيت ناديه كبرنا جميع قرينا جميع اتفقنا على الزواج ولكن انا بديت كنحس على ان ناديه ماشي من مستوايا. تزوجت مرة أخرى واحد المدة تزوجت هي بشاب محامي عملت معاه زوج وليدات مات رجلها بقت عايشة مع وليداتها
كتزور راجلها في القبور ساعة ساعة. وهذا هو الوفاء، هذا هو الإخلاص. الحساب الله يخليك. اش من حساب الحاجة؟ هذاك شي حاجة واش بغيتي وماك هذا المعقول؟ تبعوني. وسير الله يعطيكم بغطة. الحاج زبير اول كليان. مرحبا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك يا لاله. تفضل ارتاح سيدي. الله يبارك فيك يا لاله، الله يطول عمرك. ايه امي راه خصو يرتاح، راه من الصباح هو كيدور معايا في الطاكسي كورسا. واخا بعدا هي كل شي حاجه هذه. لا لا الله يخليك يا لاله، الحاج راه واكل، خصني غير نرتاح شويه. الله يخليك. ايه امي راه واكل واكل الصوبه ديال الشينوا. الصوبه ديالك؟ لا عندك اخالتي راه كيتفلى عليك. يلا مشينا كلينا الحمر راس كاملين وجينا. أولي ممكن كلينا الحمر راس. مرحبا سيدي. بغيتي تقتلو، بغيتي تدير فيه تسموم. أنتي بعدا كتعرفو تاكلو الحمر راس. نوضي نوضي دير سيدي ارتاح. نوضي ونوضي. الحجة. ما حالك سيدي؟ ما حالك؟ مرحبا سيدي. مرحبا زيد السي الحاج، مرحبا بك. هذا هو بجلول. ايه ولكن غير مؤقتا. كيفاش مؤقتا؟ لا يمكن لكم شي تسكنوا فيه وتجمعوا راسكم. لا ما يمكنش، هذا البيت في الاصل ديال امينه ماشي ديال جلول، وراجلها من نهار خرج ما بقاش رجع، وراك عارف جلول ما يقدرش يخسر لها خاطره. الا ما رجعش راجلها معنى هذا انها مطلقه. ما نقدرش نقولوا لها هاد الهضره، عرفتي شحال وهي كتسنى مسكينه يرجع؟ با عمرو ما يبقاش. شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ ما حنا. شنو قالت لك؟ قالت لي بحال داك الجنس طبك يا ابو حسن. سكت بركه من القباحات. معنا؟ يا بابا اي عندك تبات حدا خالي جلون حيت عنده واحد قنابل بحال داك الشت الافلام. زيد خرج زيد سير تلعب في السطح. سير غير خليه غير خليه. تبع شحال هادي ما ضحكت مع الدراري، خصني دابا غير نرتاح شويه. الله يخليك.
واخا سي الحاج نعس الراحه. شحال سخون فين الدرافين؟ نسيت ناقص سخون. نوض عليا. لا باسل مشات. هلا الوالدة، هذه أول كورسة بالطاكسي الجديد. هذا الراجل صاحبك لاباس عليه؟ ويلي أمي بزاف. وعلاش أولادي ما طلبش يشوف لك شي دويرة وخا في عين الدياب؟ أمي أنا لا دابا عرفت الراجل يومين نقول له شوف لي دويرة في عين الدياب. مالي يا خالتي حرام عليك، شنو دار ليك؟ هذا من الخير جات الحدا وتخطاه. ما بقيت تسني في انت تما بقيتي والله تطبوري. فهمتي شيفون ديال الطاكسي يجيب لي انت العدو بدا يصرف عليه؟ دابا انا عاد عرفت باباش مات، الضرب والنقير. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. وا المعاز هذا جلس فين امك؟ وشكون اللي عرفت انت؟ زيدي خب شويه مالك. ونوض حيد عليا خدي زوزي. اجي غادي نجيب الشفنج. غدبك انت الحمر الراس عافاك تشيت الله شرك شي هنديه. انا كيبان لي انا بقيت تابعك والله حتى غنبقى بايره. نقير نقير عندك غير تكوني بحال امي. علاش ماكم باش تكون بحال امي؟ لا لوا صحاب بجلون. انا جيت تشوف خالتي كتهضر في الصح. واش انا عايش مزروب على الزواج هذا؟ واش اللي نسيت امي هنا تفكر الزواج؟ 4 سنين وانا كنتسنى ودابا وليت مزروبه. واخا والله ما كتعبر عليك امي هنيه بالله. اصحاب وجلو لا ضربوا قيس. يلا طوبيس غادي يسالي. يلا كيفاش طوبيس غادي يسالي يا ويلي ما غاتوصلش الطاكسي؟ لا الطاكسي غادي يزيد قدامي. معاك خلصوا بعدا. ماما شتي صاحبي مراد شايبة لبسة باتمان؟ مزيان؟ لا أنا ما خصنيش كاع لبسة باتمان، ناخذ سبايدر مان حيت اللبسة ديالو حمراء وتيسق في الحيط. اللي غادي يجي ولي يجي باباك غادي يجيب لك اللبسة ديال سبايدر مان. باش غادي يعرف؟ أنا اللي غادي نقولها ليه. غادي يجيبها كاملة؟ غادي يجيبها كاملة. حتى السلاح؟ على سبايدر مان عنده سلاح؟ حتى سلاح. لا انا ناخذ باتمان حيت عنده الطيار. لا صافي سبايدر مان باش نغلب صاحبي. احنا غادي تغلبو. يتسع صدري ويكبر أثناء الزفير يضيق صدري ويصعب. مزيان. أحتاج إلى الهواء. إلى هواء. إلى هواء. أهلا سي الحاج تفضل. فين سي جلول؟ ها هو جاي سي الحاج قال يدخل جاي يجيب عشا شفين جات ويجي. مرحبا سي الحاج. اهلا. بغيت نطلبك واحد لايف وما ديرش ما قلت صواب. لا لا امي قلت لك يا سيد الحاج دوي شويه مع جلول ويلي ولا جمع راسو. الطاكسي تبارك الله هي كاينه الكليان هما يقعدوا عندنا بثلاث ايام بيومين. ايوا هذيك بنت الناس غتبقى تسنى فيه تطبور. امي اش قلتي انا اللي تزوج؟ واخا انا لا الحاج انا غادي نوقف معاه ونعاونو حتى يدير محلو ان شاء الله. الله يطول عمرك سيدي الله يجازك بخير. بغيت نطلبك عاوتاني واحد لايفه صافا نبسل عليك شي شويه. لا لا مي صافي سكتي شويه سكتي.
قلت لك بغيت واخا غادي نبسل عليك شي شويه. لا لا ما كاين باس. ياك ضربه كي شتي هاد البنت عندي بوليداتها. ايوا الراجل السيدي راه هربان على الطاليان عامين هادو ولا ثلاث سنين ما شناه. الله يجازيك بخير السيدي، الا تعرف شي حد في الطاليان يردوا لينا. في الطاليان؟ هذا انا سيد الحاج اش فين جات؟ الكريشه خاويه. سي جلول هكا خصني نمشي. لا لا اعمل لك شي وحده. لا 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 خصني نمشي. لا مي ياك ما. لا 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 الحاجة ما يسخى بها حد جلول، إنما أنا لابد خصني نمشي لابد. صافي إوا كولو حاج. حاج وكمط في الموسيقى. لا 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 خلي الموسيقى خليها. عرفتي يا جلول أحسن حاجة في هالدنيا البين قال حاج الفلوس. لا 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 أحسن حاجة في هالدنيا هو كل واحد مع ناس يحبهم ويحبوه ويقدرهم ويقدروه وبلا بين دا. فهمت يا جلول؟ فهمتك الحاج حب بلا فلوس. هادو هما صحابك. وانت هذا هو صاحبك؟ انا كتعرفني ما عنديش صحاب. وحتى الولد راه ما عمره ما كان عندك. الياس كوا كيسكو تي فو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع ولدي انا كنت غلط وما بغيتكش تتبع نفس الاغلاط. الا كان الغلط فراك انت اللي معيشنا فيه. انا عملت اخطاء كثيره صعيب باش تصلح، ولكن انت باقي طري. خطأ ولا جوج شي حاجة سهلة. أين خطأ؟ سهام. شكون هاد سهام؟ سهام اللي لعبتي عليها وسيبتيها. سهام الخدامة. ولكن أنا شنو دابا بغيتيني ندير ليها؟ غتقلب عليها وغادي تزوج بها. وزيد كومبليتمون فوك. سهام عندها ولد يا قليل الأدب. بغيت نضك راجل. ما بغيتكش تطيع. ما بغيتكش تكون زبير اخر. الياس عنده الحق. عمري ما كنت اب. قداش في خاطرك الحاج؟ ولاد اليوم كلهم هكاك. انا اش كنقول وانت اش كتقول؟ حتى الصفقه ديال الشينوا اللي كانت ديال مروان زولناها له وسيبناه مع الباب. المعمل اللي كان عندي حتى هو شديته وجريت على عباد الله. معمل؟ اش من معمل؟ معمل الكياس اللي كان عندي في طريق المحمديه. هذا طاح عليه الكياس، هذا قصته ماكينه، هذا طاح من شي سرير. اخيرا هاد المشاكل شديته وتهنيت. قول لي انت هو مول المعمل ولد الحرام؟ انت اللي مات عندك الوالد جلول. ياك لاباس انت اللي ضيعتينا 20 عام هادي جلول. وانا خدام عندك شيفور بحال داكشي ديال افلام في الطاكسي ديال لاسيرو الراجل اللي قتلتيه جلول. ياك لاباس مالك؟ انا ما كنتش عارف هاديرها 20 عام ولكن راهم عطاوكم التعويض. تعويض من بعد 20 عام وهاديك المرة اللي خدامها في الديور باش تربينا اختي اللي تزوجها السكيري غير باش تعيشنا وانا ما نعقلش باغي تصور مع القصبرة بالعين. هذاك الشيء علاش انا جلول حبيتك. بغيت ننسى معاك حريق الراس. ما غتنساش حريق الراس. انا خاطب بنت هذه 4 سنين طار مني الناس ودا فيك نص مترو مضيع مدينة كلها وباغي تنعس. ما غاديش تنعس. هاي اشوف لك شيفور اخر. شيفور اللي قبل يمشي معاك في هذه المدينه متقلب الذنوب ديالك يمشي بك بين المساكين والناس اللي قد حالهم
اللي سفيتي الدم ديالهم فلوسك. ناعسين افيقوا افيقوا افيقوا، شوفوا واحد من هذوك اللي سف لكم الدم ديالكم فلوسو، باغي ينعس بلا حريق الراس. هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما تقدروش تشريوها السي زبير، النعاس بلا حريق الراس. سمعتي؟ النعاس بلا حريق الراس. يا نايل لا لالي، يا نايل لا لا، يا نايل لا لالي، يا نايل لا لا، يا نايل لا لالي، يا نايل لا لا، يا نايل لا لالي، يا نايل لا لا. سرقوا سرقوا قدام عينينا واحنا شايفين، منها بسرق طرف قدام عينينا زقنا مشى فين حق المسكين، مشى مع داك وداك وداك. لو رزق لي جام اسمعني مزيان، خوك معاك غير الخير تلقى وسخ الدنيا فيها يبقى. هياك طمع طاعون واخا يكون عندك اللي يكون ما يقرعوش ما يشبعوش، دايرين صحاب الكروش ناس البراكات باش بناو الانقاذ. شاها مدوم يلي سمعها مني، لا باغي شي كنوم دير الخير سمعني. سمع صراحة البال ونفوس ماشي في الفلوس، الزهر طمع والحسد لكن انتي باغي تفوس. خدم عقلك يا بني ادم وراسك نسد قبل ما ليا مهتوس، لكن تلاقي الزهر بليز ما يخرج رزين مرسم بينك وبين راسك بينك وبين نساك وكل مثال لولادك. يا ليل لا لالي، يا ليل لا لا. شنو بغيتي يا عمي؟ شحال مرة كنقول لك ما تعيطي ليش في هاد النمرة؟ واش كتفهمي ولا لا؟ وي شيري لا لا، هادي غير لابون كتسول واش غنجي نتعشى ولا لا. مي بيان سور غادي نتعشى معاك، ما ياخذكش فيها الشك. الوغ شنو قلنا؟ نيكيتا با عاود عندي عندو زعما بال. شنو بغيتي؟ مريضة؟ وشربي الدواء ونعسي، لاش مصدع عليا مخي انا؟ ديولا موتي تيكا. الو شيري انا جايه، انا جايبه معايا الدوسي ديالي. ليك طرق ماشي فوق، وعطيني الساك ديالي. احمق هذا. كم مبارك عليك جلو. يا كرم فلوسي نشرب ما حبيت، سمعتي؟ ودابا علاش هي ما تخسر الهضره؟ هاك اخويا شربتها تفرقع. قال لك الفلوس معلوم، الفلوس اللي ما عندوش مريض واللي عنده حمق. يا كان خاطب هادي 4 سنين واحد الشنطيون المرا وما عارفش كيفاش ندير، والحاج الزبير عنده الفلوس ومراه وشيفور وتيتعشى غير بالصبه ديال الشيروة، ولكن تينعس بحريق الراس. فهمتي؟ فلوس. انت شنو كتقول اجلو؟ راك هكا تخربق. خربق؟ شاشي تنقول لك والله الا بالصح، واحد السيد عنده كاع مال الدنيا ولكن تيحرقو راسو، باغي يكفر على ذنوبو. سعداته باغي الاخرى. الاخرى وين انت حمار؟ واش انا تنقول لك عنده حريق الراس؟ دير هكا ديال الذنوب واكثر من هتلر. شكون هذا؟ والحاج الزبير. واش انت صمكة؟ واش الزبير الحضري اللي كان برلماني؟ تتعرفو؟ الله اودي راجل كريم، راه هو اللي ساعد مول المحل حتى فتح البار. ايه انا راه كان غير مسيد. مسيد؟ راه كان غير مسيد ولا با؟ ايه ومن عذرو ما يحقو راسو. وقف وقف وقف. شنو هذا هذا؟ اشري واش قلت لك انا عندي الكرون تخلصني خلي نمشي بحالي. كاين شي واحد كيدخل للبار وكيرجع غادي غير
ها فلوس. أبا ما تبركا ياس كايس وكايس ديال محمد الزوبي الزوبي والزوبي اللي كيدير الرناصر جلو درت مشي بركه عليك بسم الله الرحمن الرحيم وانت ابليس حافي المسيد اللي كتقرا فيك كلام الله رديتي دار لالا ومالك مشي تشوف الوالد في الروضة يلا شنو اللي قلت لك شتي ولا ما شتيش انا غادي نديك بالطاكسي ديال لاسيرونس ديال الراجل اللي مات في المعمل ديالي ذاتي ذاتي ماشي ماشي وفين السواد السواد وفين الطربوش طوش ودابا يلا جيب الحاج اللي كنا كنتسناو بركته دخل الجامع بلغتو ودابا زيدوا بركة من الهضرة الهضرة مهنية كانت مسكينة طمعة تجيب لها راجل بنتها ساعة انت ديتي لها راجلها كاع ايوا دابا دخل دخلوا بركة يلا بركة من الكلام الطاكسي هذيك غادي نبيعها فيها ريحة الكياس ايوا دخل دخلوا بركة قلت لك من الهضرة يلا يلا حمار اللي كرهيت لك الوالد سمعتي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم حاج حاج زبير أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا ربي خلي يا وليدي خلي يرتاح وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون صدق الله العظيم عمرك حكيتي ممكن نجوم كاين شي نجوم في الدار البيضاء طلع عندك الصحة جلول عمري ما شفت الدار البيضاء في هذا الشكل والدار البيضاء كان ديما في هذا الشكل الحاج كنت كتجلس هنا مع سناء لا 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 بوحدي ولكن الفيلا ديالك اخر احساس حسيته وانا باقي طالب كان جلس انا وناديه في جنب البحر ساعات بلا ما نهضروا كانت عندها ريحه في شعرها عمري ما نساها ريحه الحنه كنت كنحس باللي مالك الدنيا كلها كنت كتبغيها حنا في يمنا ما كانش هذا الكلام كان الحب مطروز بالحشمه
عندك الصح. والمحبة كنا كنعيشوها كنعيشوها ماشي كنقولوها بحال ولاد اليوم. الحب اليوم ولا بحال السمسرة كيت هيب هوبا كاياش الهيب هوب بحال قلتي زعما الحاج عبد الحليم ديالكم دير الطواناق والسناسل ولا بالسروال واسع ومقلوب. جلول ما جلول جلول عندك أم عظيمة ما تفرطش فيها. شكون؟ أم هنية امرأة عظيمة. ما كتعرفش يا جلول باللي أنا هادي عامين ونص ما شفت أمي. الله يرحمها الحاج. لا لا مازال عايشة. أويلي مازال عايشة وهادي عامين ونص ما شفتيهاش؟ وأني أنت راك مسخوط الوالدين. أنا كل شيء ولا شيء. جلول شفتي هذيك النجمة اللي دازت كتجري؟ وما هنا كتقولي هذيك رجمة إبليس المنحوس. الشرقيين تيقولوا لها نجمة الفال. اللي طلبتي كيتحقق. شنو كتمنى انت جلول؟ بكره شي حاجة طاكسي وليه 8 البلايص. ولاني راك واحد قليل العقل. الحاج واحد نجمة أخرى تمنى تمنى الحاج تمنى. هاديك راها غير طيارة. ندورو ها هاي متاكد معلوم كاين شي حد الحاج وقيلا ما كاين حد. علاش كتفتشوا سيادنا؟ الله يجازيك بخير بغينا غير نسولوك على المرأة اللي كانت هنا فين هي؟ مابقاتش هنا البرا. الله اكبر وفين مشات؟ ديناها لدار العجزة. المرأة كبرات وقلال لها السمع ووحدانية وانت كتشوف الدار كبيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يجازيك بخير يا سيدي. اشكون نتوما بعدا ما قلتوش لي شكون نتوما؟ اصلي يا جارتي وردي ليا سيد زبير الحبيب يا لالا يكبر يكبر ضو عينيا دمري ود الذهب يا لالا اصلي يا جارتي وردي ليا سيد زبير الحبيب يا لالا يكبر يكبر ضو عينيا عندي مري ود الذهب يا لالا اصلي يا جارتي وردي ليا سيد زبير الحبيب يا لالا. عرفتك
عرفتيني يا امي، رانا هو الزبير. لا 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 ولدي، الزبير باقي صغير. يا الله دا الخبز للفران، انا كنتسناه غير ساينه وماشي شي. كتقول لي هادي عامين ما شتيها انت؟ هذا راه قرمه شتيهاش. شكون هذا اللي معاك؟ هذا ما غيرها، واحد صاحبي عندك يكون الطبيب. راني كنخاف من الطبيب. ما عندك علاش تخافي من الطبيب امي؟ اياني الطبيب كل نهار تيقول لي كلي الدواء شربي الدواء نوضي نعسي فيقي. انا غير يجي ولدي الزبير ونقول له يديني ما يخلينيش هنا. امي وتقبلي تمشي معايا؟ تيجي ولدي الزبير، انا خصني ولدي. ما كتفاتي هذاك الاغنيه العجيبه ديالك. الكورسه سالت والحفله بدات. شكرا شكرا على كل ما عملتي يا جلول. بركه كون راجل كون راجل. هاك هالشيك ديالك. لا لا خلاها الحاجة عباسية. لا 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 الله يهديك. لا والله ما ناخذها من عندك. اللي بغيتي. بسلامة جلول. حاج إلا توحشي الحمر راس الشفلج أنا موجود. عارف أجلول عارف. منك واحد الإنسانة سيها مرتي. سميته الزبير. الزبير سمية العزيزة. لا 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 بابا لا 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 لا, لا, لا.
الله يرضى عليك يا ولدي ويعاونك. عندك صحاب اللي كان قبل عليك هنا؟ لا انا ما درتش والو. الياس سيك الياس هادي غير نزور ديزا تسالي لا سواري تهزي داك الفلوس وتجمعي عليا حوايجك والباب ما نشوفش خلقتك هنا. فين غنمشي؟ ما شغليش سيري فين ما بغيتي ما كيهمنيش. بغيتي الفلوس نزيدهم لك. ماما اش وقع؟ ما عارفش اش وقع. جايب لي خدامه وكتقول لي قدام الناس مرتي ولدي. خدامه ولكن مراتي وهذا ولدي ولازم تحترميني وكتحترميني. الله يخليك ما تدخليش ليا في حياتي. انت راك حمق بحالك بحال باك. ودي ملي كان عنده الحق واش اللي كان ديما فيك ومسميه الزبير. اه سيد الحاج على سلامتك. بارك الله فيك. سي زوبير على سلامتك. وكان بغيك الصفقة بالملايين كنتي غضيها لنا. على سلامتك. الله يخليكم. الحاج الزبير بغى يقول كلمة. أنا سعيد بوجودكم هذا النهار اللي عندنا صفقة غادي نعقدوها مع الإخوة الصينيين. صفقة ديال سيارات اللي غادي يكونوا في متناول الجميع. جيتابل بحال كيف كيقول جلول. غادي تقولوا لي شكون هو جلول. جلول 20 عام وهو كيتسنى لاسورانس ديال الموت دباه باش يشري تاكسي. جلول عايش هو وامه واخته في السطح ولكن عنده شي حاجه اللي ما عندناش كلنا. كل صباح كيخرج بدعاوي امه. هو خطيبته كيجلسوا في جنب البحر كياكلوا الببوش اللي حتى هو ما كتعرفوهش. جلول في الليل كينعس بلا حريق الراس. لهذا هاد الصفقة ما غادي نسنيهاش. سيد الحاج سيد الحاج فين غادي؟ احمد عندي لك طلب. ما هو سيد الحاج؟ الياس ولدي غادي توقف معاه بحال كيف وقفتي معايا. وانت سيد الحاج فين غادي تمشي؟ جلول اش كدير هنا؟ كنت عارفك غادي ترجع سيد الحاج. كنت عارفك. حتى انا نيت باقية عندي كورس اخرى بغيت نزيدها. تعاوني يا جلول. يا انا موجود سيد الحاج. اطلع. فين غادي نمشيو سيد الحاج؟ غادي تديني للمدينه. المدينه غادي نسكن في الدار القديمه اللي بابها مسدود بحبل. غادي نبدلو
وغادي نلعب المفتاح وغادي نجيب امي تسكن معايا. امك وما خفتيش من نقير؟ ماشي امي هي شنو دايره ليا؟ احمد الله كرهت انا. قول لي يا سيدي الحاج ما نمشيوش نشوفو ناديه؟ لا هذه لا. علاش؟ هي مسكينه وحدانيه والحب القديم عمرو ما كيموت. الله يهديك واش بغيتي تاكل شي سلخه العصا وزعما توافق؟ نجربو ماشي مشكل، ولا كانت غير العصا ناكلوها بجوج. اكلت عليك الله. الحيرة فيها كترات بنادم ولا أفات، الظالم فيها مظلوم والعقل ولا مجنون، حياتنا غابة ولات. مال الدنيا هكا ولات والحيرة فيها كترات بنادم ولا أفات، الظالم فيها مظلوم والعقل ولا مجنون، حياتنا غابة ولات. اشنو غير حالنا وخلانا هكا ضيعين؟ وحنا هدا حنا نسي، اشنو غير حنا وخلانا هكا ضيعين؟ تالين وحنا هدا حنا نسي. مال الدنيا هكا ولات والحيرة فيها كترات بنادم ولا أفات، الظالم فيها مظلوم والعقل ولا مجنون، حياتنا غابة ولات.